رئيس مجلس ولايات ليكون مجلس الولايات لديكم الأخوة مستشارين الرئيس كليكا لو لعليكم جدي حضرات الوزراء فارجي عليكم لو ملسة حاكم علي النيل حاكم غبنر حاكم علي ستيت الضيوف الكرام رجال ديال تنتية أسرة الكنائس نظمت هذه الصلوات السلام عليكم مع المقوى نحن اليوم جينا عشان نجي نصلي معكم كوبانا من فالكين نصلي معكم الليلة جاي كان يصلي معنا لمن زار البابا من تقول ينفض من تقول البابا وأخوانه الاثنين كم بيجي متى لا كم مدة كان بيجي من تقول كذا في زيارة بسموه زيارة بتاع حج في الجرميج. الجال كفي لدى مال في جنوب السودان. ويدان في جنوب. أنا مشيت صليت مع كنيسة المشيخية. كل يوم بتوج أوقات كتر جديري عن كل. لما ندوني كلمة. من شاكرية. بعد صلوات. أنا قلت أحسن صلوات الثاني نحن نمشي في او سي نمشي نصلي في بي او سي بوبال ريرا في او سي لأن نحن مما وقعنا السلام لما جمال ثاني نحن كغادات سياسية وحكومية نحن ما جيناكم في بي او سي وانتم في بي او سي انتم رمز مفروض يحكي ويعكس السلام إذا في سلام نكوك مال نبيسو منكم دي لأن الوداكم في بي او سي وداكم الحرب الحسن الشكل حصلت هنا انتم لجيتوا للأمة المتحدة والأمة المتحدة مسؤولة بحماية بتاعتكم لأن كان في ناس كتلوم أبرياء كان في ناس كتلوم وهم أبرياء بنتو جريتو ليون ويون عمل في او سي لكم ياتيو لانرا جام واي كمي تشال في او سي كوبار يني يكون هو بيعولون عندكم 10 سنه في بي او سي تيجي ترون داول ريجي جدول كتا ريكو ونحن من ما نحن وقعنا الاتفاق اتفاقيه السلام انه 54 شهر ولكن انتم ما زال
قاعدين في بي او سي كقوا ليرنيه بي او سي معنا ودور بالبيو نهنا هسه جايين لكم تمام بقول لك يا جماعه نوروكم سياسه بتاع الحكومه بقي لاكه تتري الحكومة مروعيه سياسه بتاع حكومه اعلن الرئيس في يوم لمن في الاسبوع ده لمن نادى ممثلين بتاعكم في فريدم هول شكرا ديليجن قال هو يبوكون تو بيجوا ما فاي هو هو بيعك تم شالك كفريدم هول في ناس منكم يتكلموا فوق يتعاملوا مع انت غبايا قال لكم واحد يا كلا في سلام يا وين مالك عايزينكم تطلعوا قول يا بيبي يا بابا زول عنده بيت يمشي بيته عم بقولوا وكيانه ابو بابا زول عايز يمشي لهلا بتاع جاي منه يوم داك يمشي فيه عم يجيبوا ويركبوا بالغير وعاملين وعاملين في البنا مغوان اوي زول عايز محل يسكن فيه في جوبا وجه حاكم رامي جنو وجلبه كواتك ريريا كجوبة جامو قاوي وجلبه وجه حاكم أنا يديو معرابي يراك كور وجه ممي شالك قبنا هو نجدي بابا موي تبين أفتكر انتم سميتو غير كاتي ليليم جاني بكل ده يبقى نمو قدو كلامكم يراجين كلا سلام معنا رجوع لمصالحات وناس يمشي قدام سوا ما لقوا يلنا تبين رجوك شو كيه تقول رابع دوام من نوع يلنا كات هم متل هو دكتور جاكوا كيه وكبت وقابا نحن في ورقة بتاع السلام اللي شايل وده في حاجات كتير ورقة ما لما رم يلنا هتومان تقرأي المفروض نحن نعمله روح وجودنا كديلي لنا ومفروض تعرف وانت كروح وجودنا كما واحد ما يكون في طلقة يضرب روح وجودنا كما يكون في طلقة اثنين ما يكون في تار بين زولدك وزولدك ثلاثة ما مفروض يكون في زول يشتم بعض كنا يجوا راضي اللي من هذا راضي اللي كتير مكبير أربعة لازم يكون في عدالة وان يبقى وان ده كل موجهات بتاع السلام كده كان يبقى كنا مع الفوين يعني وافنا طيب عشان احنا نمشي سلام كتو هو دي هو مع الحجار انت شفته وخلاك انت تمشي في يوسي تتنين ينكتي تيجان يكب يا جورنك في يوسي نحن خاطبناهم في الورقة دي في ورقة السلام ده شاك بقى عربي كشاك رمك تشوية في ورقة قم رمك تتنين ده ما كان موجود قبل المشاكل كل مكان يكون موجود كثير جدا مكان موجود كثير انت عندك مكاسب كثير جدا في الورقة دي هي مكان مكاسب وطنية في ورقة قمنا يعني إذن نحن نعمل شنو قل كل مكان مولا كل مكان مولا نحن نسامح بعض بعض كان الأسهال كان قرو بتكلم عن forgiveness من انت بتسامح زول الزول الضراب لا فلنا من شيء لرمجي ان يرم فليك يا مجال ما زول خلى الضرر
اللي هو بقول سمعناك هنا عندهم كبيو سي كنازي ضرروا نحن لازم نتكلم عن التسامح كبلكة بنا رأي كبلكة إذا في زول ضرافهم حسد الوقت انت بتقول سامحنا سامحناك انا سميت خطاب عمله في دعوه بتاع الرئيس واحد منكم عمل خطاب كويس قال يا رئيس نحن سمعناك جمهور يا جيب لك اسمه قالوا قالوا كوي كلامه ده صح إذا هذا موقف بتاعكم نحن نسامح بعض برئيس الجمهورية بكون ما إنكم سبب تقعدوا في بي أو سي تاني يجب علينا كلنا نسامح بعض إذا كلام القالوا قالوا كوي ياو نفسه في قلبكم نسامح بعض كلنا نشتغل سوا ما يكون عندك شك في أن إذا أنت طلعت برا بيحصل لك حاجة أنا قاعد معكم ثلاث سنة وستة يوم نين بكر نين ما أنا جيت جبر نين مين بعفو جبر أنا قلت ما هسافر أن شدجي لحد ما أنا أشوف في حاجة في تنفيذ الاتفاقية مشت قدام أما أنا قلت لأن هو معلم كتنفيذون يمتز لحد ما أنا أشوف القوات المشتركة دي وهذا الموحدة ده نخرجه ونعمل له انتشار ولا أقل البلد يكون آمن ونشيل الجيش الثاني اللي ما خشوا في الميدان ويخشوا الميدان وبعد ده أربع شهر أو خمسة شهر نخرجهم وكل الجيش يكون موحد والبوليس يكون موحد وكل الوحدات الأمنية تكون موحدة لأن احنا قعدنا ما جيناكم ما كان إننا رسالة نقول لكم الورقة ده براو ما كفاية هسه خرجت جيش وإن شاء الله بعد أسبوعين أنا الجيش ده يتم انتشاره وباقي جيش الما كان يتدرب أو وحدات الما كان يتدرب يخشوا تدريب لأن اللي جابكم هنا مشكلة أمنية. لو ده يتعمل أنا أفتكر
ما في زولا هيجيك تاري يقول لك تعال اطلع برا انت بنفسك هتمشي ميشي يقول لك دي على طول ترى عامل برا عامل بنبي بنبيوك برا كالتيتي لو برا ترى ده انا عايز عايزكم تعرفوا نحن جاهدين في تنفيذ الاتفاقيه دي وانتم جزء كبير من تنفيذه نحن اننا ناس في بي او سي ستاني في بي او سي في بنتيو في بور في ملكان حتى في واو نحن بنقول نفس الخطاب السلام في مال داتي نعمل مصالحات بره كلنا نتوحد بره رمان نسامح بعض بره دان كلنا انا عايزهم يسمعوا قولوا بيالي ورايا لعنونا عشان بكرة نبدأ حياة جديدة يرون بنا تيسي مدين بنا نبقى 10 سنة في بي او سي هون داون وان لنا ريكا في بي او سي نحن عارفين أننا في مرارة في دي الحياة هناك ما كويس ولما نحن نشوفوكم قاعدين فيه من أين يتحيى ونمين كلنا بنتعلم لأن نحن عايزين تأخذ فرص زي الناس التانين اللي عندهم فرص إذا واحد عايز يتاجر يمشي يعمل تجارة إذا هو عايز يعمل زراعة يمشي يزرع سنحن ما عايزين قعدكم قعد الساب ده يستمر انا متفق كمان مع زول اللي كان قال جبال افتكر دمرة قالت انا ما ماشي اي حتة انا قاعد هنا ده عاصمة جنوب السودان ما في زول مجبور انا يقولوا انت امشي محلك الكان ولدوك فوقه ده عاصمة ده جنوب السودان نبقى كلنا فوقه إلا إذا أنت عايز تأخذ فرص في حتة تانية كلام المرة ده صحيحة والميزة بتاع عاصمة شنو؟ الميزة بتاع عاصمة أن كل موارد أكثر الموارد في العاصمة بيأكلوا هنا في الدولة دي بيأكلوا في جوبا من قول وين في الجال وين في ما في زول محكوم أنه يتحمش فيه ترى مجالا ترى مجال ميك وجل هو مجد لأن هذا يا أخوانا الموارد بتاعنا من البترول وجاي من الشمال شمال البلد ميزن تاكا قول ليه كده تنجي بيجان 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 وين واحسن شوارع بتاعنا في جنوب البلد سو الشوارع ده معمول من شنو؟ من بترول وده سلام قبل السلام ما في شارع زلط جاي من جوبا لتركيكا ما في شارع من جوبا ماشي لبور ده مزايا بتاع السلام إذا كلنا نحن لازم ننشد السلام لأن بالسلام هيكون إنك شارع زلط وهيكون إنك أمارات زي الموجودة في جبهين أيام ليل في أحداث بيحصل عايز أتكلم حوله
في أحداث حصلت في بندقورو. مواطنين ماشيين بوابور ببود يضربون أبرياء ما ينوب سلاح واحد. أمبارا مواطنين بيبنوا في بيت بتاعه يضربون. يا أهلنا يا مارك نحن عايزين سلام خلي الشوارع ده ناس يمر فيه خلي البحر ده ناس يمر فيه اتفاقية السلام بقول حرية تحرر تا مواطن بتاع بضاعة ناس بتحركوا ما تعتدي لزول شو لقدوه أسأل الحكومة شغالة عشان نحن نعيد المحادثات في روما إذا بقوموا بعمليات دي لناس تابعين للناس في الناس في محادثات في روما هقو يوقف ده الحكومة فتحت الباب للمحادثات نفس الشيء الناس اللي كانوا قتلوا ناس في 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 كيجي ما في أي سبب لموت ذاك. إذا البقر ما بدا عايش مع زراعة نشيل البقر من المحل اللي فيه زراعة. الناس ما يرفضوا ده. لأن كل ما في زراعة كل ما نحن من ناحية. كل ما عندنا ثروة حيوانية كل ما نحن بناحية كمان الاثنين نحن لازم نشوف طريقة نعمل جهدنا فيه أن البذرة يزرع ما يجي زول شايل بقر يجي يلخبط له شغله والهندو بقر لازم يرعى بقره في محل ما يخلق فيه مشاكل كذلك نقول للشباب اللي بيعملوا للغارات نحب بقر نحن لازم نوقفه نحن كمان نقول للشباب النهب الأطفال ونسوان ونسوان ده ما وقته ده عاد الزمان انتهت الناس هذي في المدينة هنا انت ما بتفرز دمونه ودمونه بقينا واحد إذا في السلام في الورقة ده ونحن ما بننفذه في القرى بتاعنا نحن هنمشي قدام كيف نحن لازم نوقف الاقتتالات دين الكلام ده يمشي لكل زول في ربوع بلدنا في كل بلدنا نحن أن نجتهد أن الاتفاقية دي هتتنفس ونجتهد بأن أي زول أي زول عنده بيت حقه تعمل اللجان
زول زول عنده بيت تقول عندكم لجان تكتب بيت بتاعي في حتة فلانية. يلي عبد الله بعدين تبكيه بعدين 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 عشان يرجعوا لك عبر الحكومة. هو ما موجود حكومة. لأن لو أنت مشيت براك يمكن يحصل مشاكل. So كل محلاتكم أنتم قاعدين في POC 1 POC 3 في مانجتين في المخزن هناك ده كمان POC. تقول بيتي في محلة يكتبوهم ومنهم يودوه للحاكم ولاية استوائية الوسطى. دي مهم عشان يكون في نظام يعرفوا أن فلان رجعوا له بيته. وبعد نحن نعرف دي ناس منو عايزين عربي. شكرا جزيلا واشكر الكنيسة.